ده حاصل على فكره. وتاني بقول الفوضى العارمه اللي موجوده في الاعلام، الفوضى العارمه اللي موجوده بلا ضابط بلا رابط بلا اخلاق بلا مهنيه بلا ضمير بلا وطنيه، موجوده في كافه وسائل الاعلام، بنشوف كل يوم على مدار الساعه ابتزاز من كل نوع، نوع من دغدغه المشاعر الكاذبه، نوع من البحث عن بطولات زائفه، كل ده موجود في الاعلام. عندي مجلس اعلى للاعلام وعندي هيئات وطنيه للاعلام، المفروض هذه الهيئات وهذه المجالس تبدا تحط النقاط على الحروف. ماذا لو ان في واحد انا قاعد دلوقتي الفت خبر اذى ناس، ماذا لو انا الفت قصه وجبت حد ودفعت له فلوس وقلت له عشان اعمل اكبر قدر من المشاهده والجماهيريه، هيتعامل معايا ايه؟ المفترض وزي ما كنت بتكلم مع رئيس المجلس الاعلى للاعلام انه الحل في الغرامات الماليه. الغرامه الماليه لو في قناه من القنوات استضافت حد من هذا النوع بتدليس وبضحك على الناس، القناه لما يتفرض عليها 5 مليون جنيه غرامه والمذيع يتفرض عليه نص مرتبه غرامه او ايقافه لمده عام. اتصور عقاب من هذا النوع سوف يطهر الساحه وسوف يجدد الاداء وسوف يجعل الساحه ساحه حقيقيه للاعلام الهادف الحقيقي الرشيد. لكن الفوضى العارمه اللي احنا فيها ما بين اللعب على الغرائز والجنس والشذوذ والمحارم، كل هذه الموبقات اللي بالمناسبه مش بتعكس المجتمع المصري. المجتمع المصري زي اي مجتمع فيه كل حاجه، لكن اكيد مش هو الشكل العام للمجتمع انه كله فيه هذه السوءات. احنا تاني بنقول مش مواعظ في كل حلقه، لكن احنا كم واحد هيركز في حقل الغاز النهارده؟ اللي بيسهرونا للفجر بيجيبوا كلام فاضي وكلام محبط وكلام يثير الناس، خلينا نشوف يبص لنا على الشغل اللي بيتعمل. يعني اللي حصل في الحدود الشماليه الحدود الغربيه لمصر من يومين، الجيش لما ضرب القوافل التي كانت محمله بالاسلحه الى مصر، خدنا خبر، خدنا كلمه من المتحدث العسكري، لكن ما لقيتش واحد فتح الهواء اربع خمس ساعات وجاب الناس ويسال ويشوف ويروح البدو ويسال ايه اللي حصل وايه اللي وصل. لا، احنا نجيب واحد سلفي يشتم في واحد مسيحي والناس تشوف، نجيب واحده تدعي ان هي على علاقه بالملائكه وبسيدنا جبريل والناس تشوف، نجيب واحد يقول انا من عبده الشيطان وانا امام الشياطين واحنا نشوف، والناس اي حاجه بياخدوها والناس بتتكلم والسوشيال ميديا تخدم والاعلانات تزيد وادي الموضوع. البلد استفادت، الناس استفادت، احنا بننتقد وبنتفرج. الناس تقول لك شوف فلان الله منه لله، وفي الاخر بيتفرج عليه. شيء غريب. بالتالي الدوله يجب ان تتدخل من خلال المجالس العليا للاعلام والمجلس الوطني للاعلام.